الحمد لله. وبعد، فإنه للأسف الشديد قد خرج علينا بالأمس القريب فرقة أدعياء السلفية الجامية، وهم يدعمون هجوم حفتر لأهل طرابلس وكذلك حكومة الوفاق بحجة أنهم خوارج. فأقول هنا أن القذافي اليهودي المجرم الذي قد كفره جملة من أهل العلم كابن باز وابن عثيمين وكذلك الألباني ممن تعتدون أنتم بهم كذلك، وصدرت عنه أيضا نواقض صريحة منها استهزاء بآيات الله عز وجل وبكتابه وكذلك برسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد اتفق أهل العلم على أن لفظ الخارجي لا يطلق إلا على الذي يخرج على الحاكم المسلم. ثم هذا اللفظ يعني به لفظ الخوارج هو أحق بكم وبحفتر، حيث أنكم خرجتم تقاتلون الحاكم المسلم المعتد به والمنتخب والمختار من قبل الليبيين أنفسهم، وها أنتم تزعمون كذبا وزورا بأنكم تحاربون الفتن، وها أنتم اليوم تقومون بالمشاركة في تأجيج نار الفتنة وأنتم من أصحابها وأهلها، وتوقدون بأيديكم وبأنفسكم نيران هذا الفتن وتسفكون دماء المسلمين وكذلك تقتلون أطفالهم، ثم تزعمون بأنكم ضد هذه الأمور وضد سفك دماء المسلمين البريئة، وكذلك تزعمون بأنكم تحاربون الفتن، والله المستعان. وإذا كان الحاكم على هواكم أنزلتم نصوص الكتاب والسنة الواردة في طاعة ولي الأمر وكذلك عدم الخروج عليه أنزلتموها عليه، أما إذا خالف هواكم سارعتم بالإفتاء إلى وجوب قتاله وإلى وجوب عزله كما تفعلون اليوم في السراج، وبالأمس كما صنعتم للأسف الشديد مع مرسي، فالله المستعان. وقد تكشفت حقيقتكم لعامة المسلمين فضلا عن خيارهم وعلمائهم، وعلم بأنه لا دين لكم، إنما تتبعون أهواءكم وتجعلون نصوص الكتاب والسنة تبعا لهواكم، فما وافقها اتبعتموه، والله المستعان.